التعليم في فيينا ما بيختلف عن التعليم في بقية ولايات النمسا. في المراحل ما قبل الدراسية، يعني رياض الأطفال، صف ما قبل المدرسة بسموه التحضيري، المرحلة الابتدائية، ولكن تقسيماتها تختلف عن التقسيم في الدول العربية. وإذا قلنا بالذات سوريا، هي 4 سنوات المرحلة الابتدائية، بعدها يقرر الطالب أنه يروح على الجيمنازيوم اللي هو مثل يقارب الثانوية، وممكن يدخل جامعة أو المدارس المتوسطة، يكون مستوى أقل حسب مستوى التلاميذ، وتأهلهم لدخول المدارس الفنية تقريبا مثل الثانوية التجارية، الثانوية الصناعية. وما هذا فيه نظرة استعلائية من جهة أخرى، لكن هذا حسب إمكانيات التلميذ. ما في داعي، أنت تلميذ عنده إمكانيات محدودة في اختصاصات معينة تخليه بالزور يدرس اختصاص ما راح يتوفق فيه، لأنه تمام. ما عنده القوة، ويستخدم القوة الموجودة اللي عنده أو الإمكانيات في اختصاصات بيبدع فيها، ويطلع مهني ومستقبله المهني جيد جدا كمان، يعني مو فقط اللي درس جامعة. يعني بيشوفوا وين الطفل بيحب يشتغل أو يتعلم، بتركوا له حرية. وضع الإمكانيات في المكان المناسب، مثل ليس عندك. إذا ما عندي إمكانيات أنا لا لازم أدرس طب وأتخرج طب، ما في داعي إذا أنا ما عندي هالإمكانيات، ويصير عنده ستريس ويصير أو اكتئاب للتلميذ، ما في داعي. حسب الإمكانيات المتوفرة لدى الطالب ممكن تفتح له آفاق بهذه حسب هذه الإمكانيات. العمر نفس المراحل، السنة السادسة يدخل المرحلة الابتدائية، وبس ما في سن محدد للجامعة، ما في سن محدد أو لعمر الشهادة الثانوية. نحن عنا لازم يكون في نفس العام اللي حصل فيها على الشهادة الثانوية يسجل في الجامعة، هذا الكلام غير موجود هنا. والاختصاصات مثل ما قلنا تسير وفق إمكانيات الطالب، والطالب اللي حصل على الشهادة الثانوية عنده الخيارات مفتوحة للدخول بأي اختصاص. لحد كم سنة سابقة ما كان في حتى هذا اللي بسموه امتحانات القبول، لكن لأسباب اقتصادية على الأكثر وتنظيمية في الجامعات تم إدخال هذه المسابقات للسيطرة على العملية التعليمية. يعني ما ممكن أن أفتح كلية ويدخل 5000 طالب وعندي إمكانيات الجهاز الإداري والجهاز التعليمي لهذه الكلية ما بيستوعب غير مثلا 1500 طالب. هذه كانت الأسباب، وأسباب حاجة البلد طبعا، تخطيط مثلا الطب أو يختلف هذا. يعني امتحانات القبول ليست مستقرة لاختصاصات فقط، حسب الضغط على الجامعة تدخل هذه الامتحانات. ممكن العام القادم ما يكون في هذا الامتحان القبول. نحن إذا نحكي على كيفية رفع مستوى التعليم، فأحد أهم الخطوات اللي أخذتها فيينا هي الحد من عدد التلاميذ في الصف على 25 تلميذ. المنهج مختلف جدا، وحتى لفترة معينة كان عند الأساتذة قدر من الحرية باختيار الكتب التي يدرسونها، ولكن عليها أن تغطي نقاط معينة في المنهج، لأنه راح يأخذ الشهادة الثانوية ويدخل الجامعة، والعملية التعليمية مبنية على أنه هذا الطالب مستوعب الفقرات التالية أو المواد التالية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، بغض النظر. فكان حتى عند المدرس حرية اختيار الكتب التي يدرسها، ولكن عليها أن تغطي المجالات التي تغطيها هذه المادة أو تلك. الآن المنهاج يتم، طبعا المواد تكون محدودة في المرحلة الابتدائية، ومثلا يبدأ معهم بالإنجليزي من الصف الأول، ولكن ليس عن طريق كتابة، ولكن جمل يلقيها المعلم أو المعلمة للتلاميذ ويرددها التلاميذ. بعد سنتين بصير عندهم كتب، وفي المرحلة بعد ال4 سنوات ينتقل إلى المرحلة الثانية، بصير مادة رسمية في الصف ولغة. وبعد سنة ممكن يختار الطالب، إذا كان لنفرض الآن كان عنده هو اللغة الإلزامية الألماني، ولغة الأم. بعد اللغة الأم الألماني، وبعدين أخذ لغة ثانية مثلا الإنجليزي، بعد سنتين ممكن في الجيمنازيوم اللي هو يقابل تقريبا الشهادة الثانوية، المرحلة الثانوية عندنا، يأخذ مادة اللغة الفرنسية، الإسباني، اللاتيني، يختار هو اللغة أو المدرسة. يختارها، أو مع الرياضيات إذا كان سيتجه اتجاهات علمية يأخذ الهندسة الوصفية، أو مثلا الكيمياء والبيولوجيا، العلوم الطبيعية، ويوسع عليها الجيولوجيا ويبني عليها تمام. حسب ما هو متوجه
الشهادة الثانوية اللي حياخدها ويعرف أي اختصاص راح تلزمني هذه المواد، ممكن تضاف إلى هذه المواد، كل صف تأتي مواد جديدة، وليس أنه عندنا نحن المواد موجودة، ولكن نحن في سوريا أو أكثر الدول العربية يزاد عدد ساعات هذا الاختصاص أو ذاك حسب التوجه اللي حيكون أدبي ولا ثانوي، ثم بالمرحلة الثانوية تلغى بعض المواد لأنه تمام. ما راح تلزمه. لا، تبقى المواد ولكن تضاف إليها مواد أخرى حسب الحاجة في المرحلة الجامعية اللي التلميذ ناوي يدخلها. فيينا مع كل تقدير لا تقطع مراحل جيدة في هذه وفق هذه السابع الاختصاص، وسط أو نعم أقل نعم يعني؟ تحت الوسط حتى في بعض ما. ولكن مثلا في تعليم اللغات الأجنبية تكلمنا عنها الآن، هي من السباقين في أعلى مستوى أوروبا. مراحل مراحل يعني. يعني مواد او اختصاصات او تفرعات، ولكن المهم في هذه العمليه انه عمليه التغذيه العكسيه. يعني نحن تقول الدراسه انه مستوانا سيء، ما بيبقى الواحد عم يتفرج ويعني وما عم بيبادر يصلح بيحاول من هذا يطور. الوضع، لازم توجد طرق وخطوات تحسين ومحاسبه مره ثانيه واعاده احصاءات مره ثانيه، شو استفدنا من هالخطة اللي حطيناها، وين وصلتنا، وشو ممكن نستفيد منها أو نضيف عليها أو نشيل منها. الآن أي واحد بتشيله من بيئة معينة وبتحطه ببيئة معينة راح يكون في تحديات وفرص، تمام. وهذا هو المهم بالنسبة للتلاميذ وأهليهم، يلي طبعا في كتيرين مرافقين لأهليهم وقليلين يلي هم أصدقاء. أجوا لوحدهم، وفي سن المراحل المدرسية. المراحل الجامعية بتكون تخطى كل هذه العقبات اللي ممكن تصادفه، فالمعوقات راح يكون أول واحد فيها هو اللغة. المعوق الثاني راح يكون مثلا تلميذ جاي من سوريا وهو في الصف السابع او الثامن، راح يرجعوه سنه او يقصر. ونحن عندنا تقريبا الرسوب عيب في نعم الثقافه اللي حضرتك عم تحكي عن الاختلاف تمام الثقافي. لا، تمام الرسوب ليس عيبا اذا كان يخليني استفيد من فرص، وهو ليس رسوب بمعنى الكسل، ظرف البلد وظرف الهجره اللي اضطرتك انه انت ترجع الان خطوه الى الوراء وتستوعب اللغه في البلد الجديد لحتى تقفز مرة ثانية. راحت من سنة من عمر لا البني شيء. آدم، لا سنة ما هي شيء بعمره، ولكن يكون عنده الخيارات الصحيحة ويبدأ البداية الصحيحة. إذا ما بدأ البداية الصحيحة باللغة ما راح يكون النهاية سعيدة لا إله ولا لأهله. مثل ما قلنا عملية الانتقال والتغيير هي تحتوي على كثير من التحديات وكثير من الفرص. رجاء استفيدوا من هذه الفرص و كونوا على حجم التحدي اللي وضعتوا فيه، وأكيد راح يكون في نسبة كبيرة على حجم هالمسؤولية. وأنا بقول ما هو الكلام الديماغوجي اللي يقال عادة ترفع رأس سوريا، لا، استفيد أنت من الفرصة التي أتيحت لك، وعندما تنجح فسيكون مجتمعك ناجح اللي جيت منه وبيئتك السورية اللي هون والبلد اللي أنت أتيت لها تكون إنسان فاعل ونافع فيها.